كاس جلالة الملك أيضا مع الرفاع. هنا التمريرة ولمس الأمام، طلال يوسف، مرور، كرة، محاولة، فيها تسديدة، أوه عادت، أوه لا 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 لا، عبد الله الكعبي يرفع راية ممنوع المرور، ممنوع المرور. شاهدون الكرة الماضية، هنا التقدم، هنا المحاولة، وطلال يوسف أولا والثانية الكعبي، ثالثا طلال، رابعا الكعبي بامتياز. ويرفع الاثنين يتكلمون، من بيكون على التسديد؟ طلال يوسف وعدته بكرة، أوه هو هو هو، الكعبي بالمرصاد في كرة لعبها طلال بشكل رائع، لكن الأروع هو الكعبي، الأروع هو الكعبي. هنا اللمسة وهنا الطيران وهنا اليد اليسرى وابعاد الكرة الماضية، لكن هي كرة الختام. حسين سلمان عاد تنفيذ كرة، يا الله يا الله يا عبد الله الكعبي، يا الله يا عبد الله الكعبي، هنا كرة حسين سلمان، لكن يا سلام يا سلام الكعبي في هذه المباراة، في هذه المباراة كرة ملعوبة عباس ومحاولة للتقدم، وأيضا الكعبي حاضر أمام، الكعبي حاضر أمام على المحاولة للأمام، صار فريق نادي الوصل، تمريرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تسديدة ويا سلام بالعب بالأمام الجانب بعيد، عبد الله يلعب كرة رأسية، يا سلام يا سلام، محاولة يا ودافع الكرة الماضية، استرسال ونظام دفاعي ما أجمله، استرسال ونظام دفاعي ما أجمله وما أروعه، وكرة دافع في ظل المحاولات المتواصلة، ليس هي من أبد، ولكن لاعبو المحرك في هذا الاسترسال الدفاعي في دعية ما أجملها، الأولى القائم اعترض عليها، الثانية بعد ذلك حارس المرمى عيد الكعب اعترض عليها، الثالثة عارف مجدداً والكعب اعترض عليها، الرابعة تمت والكعب لمرة أخرى يعترض عليها، لن أقول أبداً أن الوصل أضاع، ولكن تألق الرائع عبد الله الكعبي بكل أنواع الاستفزاز في إبعاد الكرة الماضية. كرة ملعوبة